وبجدية لبناء شراكة حقيقية تعبر ببلدنا لبر الأمان. نبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخنا، إن أحسننا إدارتها سوف تفتح الطريق لبناء سودان نفخر به جميعا، سودان يحترم التعدد والتنوع والاختلاف، سودان خير ديمقراطي يسعى الجميع. تظل أهم أولويات الفترة الانتقالية تتمثل بشكل عام يعني في إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام، وفي هذا المقام أود أن أشيد بمجهودات قيادات قوى الكفاح المسلح، وفي البدء أهني قيادات الجبهة الثورية على التوحد وعلى نجاح مؤتمرهم اللي انعقد في هذا الأسبوع في عاصمة جنوب السودان جوبا، كما سعدت كثيرا بتصريحات القائد عبد العزيز الحلو والقائد عبد الواحد نور الإيجابية في دعم هذه الثورة والاستعداد للسلام. أنا أعتقد الإخوة في حركات الكفاح المسلح هم شركاء أصيلين في هذه الثورة، وبالتالي اتخلقت إمكانية وظرف يعني مواتي جدا لتحقيق السلام، واللي هي دي أمنية كل الشعب السوداني. بدأنا عمليا في التحضير للسلام بتشكيل لجنة مصغرة بالتشاور مع المجلس السيادي، فيها أعضاء من المجلس السيادي وأعضاء من المقترح من المجلس الوزاري. اللجنة مهمتها أنها تضع إطار عام لشكل وهيكل مفوضية السلام، واللي هي نحن بنفتكر أنها دي أولى أولويات الفترة الانتقالية. تظل مسألة الإصلاح الاقتصادي، معاش الناس، توفير الضروريات مسألة أساسية. نحن نطمح لتأسيس وخلق لبنة قوية لبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، بناء مؤسسات الدولة من أولى أولويات الفترة الانتقالية. نجدد الالتزام الصارم بقضايا العدالة والعدالة الانتقالية في ارتباطها الوثيق بعملية السلام. نلتزم بسياسة خارجية تأخذ مصلحة السودان أولا وثانيا وأخيرا، سياسة تقوم على الاحترام المتبادل، احترام حسن الجوار، ومد أيدينا لمحيطنا الإقليمي والدولي، ونعمل مع بعض مع الأصدقاء والأشقاء والشركاء لبناء عالم تسود قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والاحترام الحكم الرشيد. تظل مسألة التمثيل العادل والمستحق للنساء في كل هياكل السلطة الانتقالية من أولويات الحكومة الانتقالية، سنسعى جاهدين لتحقيق ذلك. طموحنا أن نعمل معا من أجل خلق مشروع وطني سوداني يضرب بلدنا، يقوم على إعادة هيكلة الدولة السودانية، ويخاطب جذور الأزمة السودانية منذ فجر الاستقلال. إحنا ما قدرنا ننجح في خلق ذلك المشروع الوطني اللي يقوم على التعدد والديمقراطية واحترام الآخر. هذه الفترة إن أحسننا إدارتها سوف تفتح الطريق لقيام ذلك المشروع. دعونا نتفق على كيفية حكم السودان، ونترك لهذا الشعب العظيم فرصة اختيار من يحكمه. بهذه الكلمات البسيطة أود أن أعلن اللي هو المرسوم الدستوري بتشكيل هذه الوزارة. مجلس السيادة الانتقالي،
عملا بأحكام المرسوم الدستوري رقم 38 لسنة 2019 أصدر المرسوم الدستوري الآتي نصه. اسم المرسوم وبدأ العمل به. يسمى هذا المرسوم مرسوم دستور السودان رقم 3 لسنة 2019 باعتماد تعيين وزراء الفترة الانتقالية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. يعتمد تعيين السادة الآتي أسماؤهم وزراء للوزارات المبينة قرين كل منهم: ألف السيد عمر بشير منيس وزارة الشؤون مجلس الوزراء، باء الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزارة الدفاع، جيم الفريق شرطة الطريفي إدريس وزارة الداخلية، دال السيد دكتور نصر الدين عبد الباري وزارة العدل، هاء السيدة أسماء محمد عبد الله وزارة الخارجية، واو السيد دكتور إبراهيم أحمد البدوي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، زاي السيد دكتور أكرم علي التوم وزارة الصحة، حاء السيد دكتور محمد الأمين التوم وزارة التربية والتعليم، طاء السيد مدني عباس مدني وزارة الصناعة والتجارة، يا السيد عادل علي إبراهيم وزارة الطاقة والتعدين، كاف السيد دكتور ياسر عباس محمد علي وزارة الري والموارد المائية، لام السيد عيسى عثمان شريف وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، نون السيدة لينا الشيخ محجوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. قلنا هنا السيدة لكن أعتقد السيدة دكتورة انتصار صايرون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيد فيصل محمد صالح وزارة الثقافة والإعلام، السيد دكتور يوسف آدم الضي وزارة الحكم الاتحادي، السيد نصر الدين مفرح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. يسري هذا المرسوم من تاريخ التوقيع عليه صورة تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر محرم 1441 هجرية الموافق اليوم الخامس من شهر سبتمبر 2019. فريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي. يمكن تلاحظوا أن الوزارات دي هي 18 وزارة، هنالك وزارتان هي وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ووزارة البنى التحتية والنقل. ما زلنا في تشاور لملء هاتين الوزارتين مع أخواننا في الحرية والتغيير والمجلس السيادي، وحكمت المسألة دي ضرورة تمثيل النيل الأزرق والشرق، ونحن نسعى بشكل جاد في أنه نجد مرشحين اثنين لهاتين الوزارتين. بهذا التقديم البسيط نفتح الباب للأسئلة الإخوة الصحفيين. وفي البدء أنا دا أؤكد أنه نحن حتظل أبوابنا مفتوحة لأجهزة الإعلام، لإخواننا الصحفيين وكل أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية، لأننا أعتقد أنه هذه في ظل الوضع الديمقراطي تظل أجهزة الإعلام هي السلطة الرابعة والتي سوف تخلق المناخ الملائم لإدارة التعدد والتنوع. ونعدكم بأننا باستمرار حتكون أبوابنا مفتوحة لكم. شكرا جزيلا. معلش ممكن التعريف بالاسم والجهة فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الباقي الظافر صحفي ومحلل سياسي. أزل معالي السيد رئيس الوزراء أثارت قضية الفحص الأمني لأسماء الوزراء والمسؤولين بعض اللغط، خاصة إن البعض يعتقد أن المؤسسات التي قامت بها مؤسسات غير محايدة. كيف يرى السيد رئيس الوزراء ذلك الأمر؟ شكرا جزيلا. جنبك يا أستاذة هناك. السلام عليكم. سهام سعيد الإذاعة السودانية. بنهنيكم بهذه التشكيل الحكومي. برغم انحيازك الكبير للنساء برضو بنحييك، لكن في وزيرتين بس في التشكيل لحد هسه.
بسأل من إنه أربعة 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 سوري يو لوست 50. الجهاز التنفيذي للدولة حتى يؤدي مهامه بصورة جيدة يلزم خدمة مدنية بصحة جيدة. نحتاج لإعادة تأهيل وإعادة صياغة الخدمة المدنية. صدر مؤخرا من قبلكم قرار بوقف التعيين والنقل والانتداب بمؤسسات الحكومة. هل نعتبر هذا يعني نوع من وضع أولوية لإصلاح الخدمة المدنية من قبلكم في هذه المرحلة؟ السؤال الثاني، علمنا قبل قليل بأنه كان عندكم لقاء مع لجنة المعلمين، أبرز مخرجات هذا اللقاء. بعد كده أنا كإعلامية يهمني جدا وضع الإعلام. نعم يعني لو قدرنا نخلي سؤال عشان ندي فرصة أكبر لإخوان أوكي، بس معلش أسأل عن الإعلام، لأنه نحن بنعيش وضع أو بنعيش عصر الإعلام فيه هو الأهم، وحتى ننجز منجزات أهداف هذه الثورة السودانية يلزمنا إعلام أيضا معافى. كيف تنظرون الإعلام في المرحلة المقبلة؟ طيب معلش يا جماعة، بس نحصر الأسئلة لسؤال واحد، وضروري الجهة بس الإعلام الخارجي سالي واحدة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، صدر الدين حسن، قناتي العربية والحدث. نود أن نسأل السؤال الذي يسأله الجميع. دار كثير من اللغط ما بين المعايير والتعهدات الموضوعة من قبل إعلان الحرية والتغيير نفسها بعدم مشاركة فلنقل الكفاءات ذات الارتباط الحزبي أو حتى النشاط السياسي الصارخ دعنا، وكذلك المعايير التي وضعها رئيس الوزراء المتعلقة بالخبرة الإدارية بالتأكيد والمؤهلات، وما دار من حديث حول بعض الوزارات دون أن نسمي هنالك بعض الأسماء التي كان رشح أن اللغط يدور حولها. سؤال أخير ومهم، ماذا بشأن الولايات التي تواجه الآن كثير من المصاعب والمعقل؟ تضعون الاستعجال، وهل على الشكل الذي يمكن أن تدار به الولايات أو الأقاليم، دمج الحفاظ على الشكل الحالي وغيره من الأسئلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح حبيب، رئيس تحرير صحيفة المجهر السياسي. أولا نبارك للسيد رئيس الوزراء ونبارك للشعب السوداني هذا التشكيل الوزاري الجديد. أنا أدخل في الأسئلة الطوالي. السيد رئيس الوزراء يتحدث عن السوق، المشكلة الاقتصادية هي التي أدت إلى الذي حصل الآن. كيف معالجة الاقتصاد السوداني وكيف معالجة السوق؟ السوق الآن منفلت تماما، هناك مشكلة كبيرة جدا في الأسعار، كل صاحب سلع هو يعمل بالطريقة الخاصة. كيف هتعالج؟ وطالبت بأن يكون عندك محتاج إلى 8 مليار دولار عشان تعيد التوازن في الاقتصاد السوداني. شكرا جزيلا. ناس الإعلام. Prime Minister, congratulations and thank you for being here. Daoud, Abdelaziz Daoud from talking about this sanction for Sudan, and it's really heavy for Sudan. We want to know what you're going to do for this sanction, and it's really killing the economy. And what your steps for pulling out Sudan's name from this sanction? Thank you. ليش بس لازم نوزع الفرص؟ أنا عارفة الناس عندها أسئلة، بس معليش بس بهناك ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. مايك مفتوح المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. أماني قندول، وكالة السودان للأنباء. أنا بسأل عن السياسات الحديثة التبع لخفض التضخم واستقرار سعر الصرف. والسؤال الثاني بالنسبة لوضع المعلمين، وهل هنالك سياسات لتحسين أوضاعهم ومرتباتهم؟ شكرا جزيلا. السؤال الأخير عن المعلمين.
الوضع المادي والهيكل الوظيفي، هل حيتم تحسين وضعه؟ وشكرا. شكرا جزيلا. انا عبد الباقي العوض، مراسل قناه الحره. معالي رئيس الوزراء، سوري كنا نسال عن المشهد. انا عبد الباقي العوض، مراسل قناه الحره. يبدو ان المشهد السياسي السوداني يشهد انقسام بين، خاصه في اعقاب تكتل بعض القوى السياسيه في طرف اخر وإعلان صراحة أنها ستقوم في المرحلة المقبلة بتمزيق وثيقة الإعلان الدستوري والتصدي ربما لحكومة الدكتور حمدو. كيف سيتم التعاطي مع الآخر، خاصة وأن الفترة الانتقالية مدتها 39 شهر تحتاج إلى تناغم سياسي يؤدي إلى استقرار وحلحلة الأزمات؟ شكرا جزيلا. يا جماعة معلش، مع الأسئلة دي زي بقت خلاص كثيرة. نقيف هنا ممكن، نقيف معلش، نقيف في السؤال ده عشان دي الأسئلة دي كثيرة نجاوب عليها من فضلك. أفتكر لو بقى في وقت ممكن ناخد راوند ثاني. الراوند الأول معلش يا جماعة، الراوند الأول بعدين نشوف الثاني. شكرا. لو لقينا وقت ممكن ناخد راوند ثاني. طيب شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا بهذه الأسئلة واللي هي يعني تنم عن أفتكر نحن الإعلام والصحافة بتاعتنا يمكن أن تكون بخير. يعني نبدأ بسؤال أخونا عبد الباقي الظافر حول الفحص الأمني ودور المؤسسات اللي قامت به باعتبار مؤسسات يعني ما زالت مرتبطة بالوضع السابق. طبعا يا جماعة في كل بلد مسألة التعيين في الموقع العام بتقتضي الفحص، واللي هو فحص في مجمله بيرتبط بواحد يجب التأكد من إنه الشخص المعني ما مدان من ناحية يعني قضائية، جرائم تختص بالشرف والمسائل دي. ده الجزء الأول من الفحص. الجزء الثاني مرتبط برضو بإنه هل في أي يعني خطر على الأمن الوطني وكذا. لكن أنا أكد لكم أنه يعني تم فحص كل الغوائب دي، وفي النهاية ما كانت في يعني مسألة يمكن أن تثير أي انزعاج. يعني صح أنا أغدر تماما أنه الناس ممكن تكون تحس بأنه التصنيف ده ممكن يعتمد على فايلات قديمة والوضع يتغير إلى آخره إلى آخره، لكن بكل تأكيد يعني هذا الفحص لم يصدر ما يزعج، وقدرنا يعني نمشي بالمسألة دي ونحن مطمئنين عليها. سهام سعيد من الإذاعة السودانية. الموضوع بتاع الخدمة المدنية وال عبور لمرحلة جديدة. طبعاً يا جماعة الخدمة المدنية هي العمود الفقري والسند لأي برنامج سياسي، والخدمة المدنية المعافاة والبتتمتع بقدر كبير من الكفاءة والمصداقية والشفافية وكذا، هي اللي وبعدين عندها القدرة على